صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية. أهلا وسهلا المستثمرين والمضاربين، معكم الظهري محلل تقني خبير بأسواق المال من أكثر من 7 سنوات. مثل ما تعودتوا علينا بشكل يومي بنقوم بهذه التغطية المباشرة إذا بدكم تحليل أبرز العملات والسلع الرئيسية الموجودة عندي على منصة التداول. بشكل روتيني بمر طبعا على تحذير من المخاطر اللي هي طبعا بتحذركم انه سوق الفوركس والاسواق الماليه فيها مخاطر مرتفعه، والاشخاص اللي بيتداولوا فيها ولازم يكون عندهم مستوى الخبره المعينه والرغبه في المخاطره، ولازم انه تكون يعني عارف انه ممكن تتحمل خساره ممكن تتجاوز راس مالك. هذه طبعا من ناحيه السليبج او من ناحيه الفجوات السعريه اللي ممكن تحصل ورا نهايه الاسبوع. بالنسبة لي طبعا تحليل الرسوم البيانية باستعمال التحاليل التقنية مثل المؤشرات والفيبوناتشي وموجات اليوت بشكل يومي، بتلاحظوا كيف استراتيجية التحليل اللي بقوم فيها. نهار الجمعة كان عندي أخبار مهمة اللي صدرت على في الولايات المتحدة على الوظائف طبعا وفرص العمل الموجودة عندنا في الولايات المتحدة، ولكن من دون القطاع الزراعي، وكنا شفنا أنه إجت الأرقام إيجابية للدولار الأمريكي مما دعم شوي صغير يسلد العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي للضعف أمام هذا الزوج. بالنسبة لليوم اللي هو نهار الاثنين أسبوع تداول جديد 4/6/2018، ما عندي أي أخبار مهمة. بالنسبة للأجندة الاقتصادية تقريبا عندي فاكتوري أوردرز اللي هي على الولايات المتحدة والأم بي سي ممبر اللي هن ميديوم امباكت أو تأثيرهم خلينا نقول متوسط على الأسواق المالية وعلى العملة المعينة اللي عم تصدر عليها طبعا العمل الاخبار. بالنسبه لليوم بفضل انه نمر فورا على التحاليل التقنيه والرسوم البيانيه لنشوف ابرز التحاليل عندي بالنسبه لزوج اليورو دولار اللي هو زوج الرئيسي او العمله الاوروبيه الموحده، اللي هي طبعا ممكن خلينا نقول نحدد لها اتجاه معين بجلسات القادمه. طبعا انا كنت شفت قوه صباح اليوم لليورو دولار اللي هو ارتفعت من مستويات ال 116.53 لسجلنا مستويات ال 117.14. بالنسبة لي بعدنا بالاتجاه العام الهابط، بعدنا شوي صغيرة مواجهين ضعف أمام الدولار الأمريكي، ما بيعني إنه هذه الموجة هي موجة اندفاعية وممكن نشوف أرقام أعلى، لا بل بالعكس ممكن تكون هذه موجة تصحيحية لننهي عند 2 سيناريو لزوج اليورو دولار. أول سيناريو بقول إنه أنا بموجة تصحيحية اللي هي أي بي سي، يعني خلينا على سبيل المثال فسلكم بشكل واضح كرمال نعرف نحن كيفية تحديد الموجات. يعني انا ارتفعت من القاع لليورو دولار لسجلت مستويات ال 117.23، بهيدي الحاله بكون سجلت هون 1 2 3 اللي هي بيج اي، اوكي بيج اي اللي هي هيدي اول موجه تصحيحيه. هلا جانا انخفضنا هون بدنا ننخفض ببيج بي، اوكي اللي هي طبعا بتكون خلينا عم بتسجل مثل ما تعودتوا وبتعرفوا انه 76.4% هي السيناريو المفترض او خلينا نقول الارقام المنتظره لموجه بي، ولكن لننخفض بموجه بي طبعا بده يكون عندي سيناريو معين اللي هي هون سمول اي 1 2 3 سمول اي، هون 1 2 3 سمول بي، وهون بيرجع بينزل عندي 5 موجات اللي هي بموجه سي. فبهيدي الحاله طبعا انا ممكن اكون انتهيت من موجة بي الصغيرة عند آخر مستويات سجلناها اليوم أو عند الكم اللي سجلناها اليوم هلأ، اللي هو يكون الهاي تبع زوج اليورو دولار اللي هو 17-15 ونبتدي موجة هابطة، ولكن طبعا السيناريو بقول أنه ممنوع يتم اختراق آخر مستويات أو الكم اللي سجلناها سابقا. فبهذه الحالة طبعا مستويات أو وقف الخسارة لا السيناريو الهابط لازم يكون فوق ال 117.23، هذا الشيء بيدعم على انه ممكن نرجع نستهدف مستويات اوطى، ولكن اذا في حال اخترقناها طبعا بنفكر بمستوى ال 118 وال 118.50 على المدى الطويل. بالنسبه للسيناريو الاخر اللي هو طبعا بنكون داخلين بموجه رقم 4، يعني اذا في حال نحن هون خلينا نقول داخلين بموجه اندفاعيه وارتفعنا من القاع بموجه رقم 1 2 3، موجة رقم 4 عادة بتكون بشكل مثلث، فبهذه الحالة طبعا أنا بعدني بالموجة الصاعدة ولكن عندي هون موجة تصحيحية اللي هي A B C D، وهلا عندي موجة E اللي هي عادة بتكون لاجينج وبنرجع بنخفض لمستويات خلينا نقول ما بنرجع بنلمس الخط الدعم وبنرتفع بالموجة الخامسة. فبهذه الحالة طبعا بكون بعدني بالموجة الاندفاعية 1 2 3 دخلت 4 تراينجل وعم برتفع بال 5. فهلا بالنسبة لي طبعا عندي سيناريوين اللي هو واحد ايجابي وواحد سلبي، ولكن بالنسبة للوقت الحالي او على المدى القريب جدا للمضاربين هلا اتوقع تراجع اليورو دولار او زوج اليورو دولار من اعلى مستوياته اللي هي سجلناها 117
12 14. ومثل ما عم تلاحظوا اوريدي صرنا منخفضين تقريبا ال 116 93، يعني صرنا منخفضين اكثر من 20 او 25 نقطه. فهذا طبعا بدل على ممكن انه يكون عندي موجه اي اللي هي هلا بتسجل، خليني اقول 61% من اخر قاع لاخر قمه اللي هي عن مستوى ال 116 55. ترقبوها، هذا الرقم لازم يكون الفاصل ما بين السيناريو الايجابي والسلبي لزوج اليورو دولار. اما بالنسبه للعملات الاخرى اللي هي مثل الاسترليني دولار، خليني اقول، او الجي بي بي يو اس دي، طبعا كمان عندي سيناريو سلبي علي اللي هو ايضا عم نسجل موجه بي، اللي هي بكون قد انتهينا ثلاث موجات تصحيحيه بيج اي بي سي للاتجاه الهابط اللي سجلناه من اعلى مستوياته ال 144. طبعا الانخفاض اللي حصل على الجي بي بي يو اس دي على استرليني دولار انخفاض ضخم جدا وبشكل خمس موجات. فبهذه الحاله نترقب انه هون نحن منخفضين بموجه اندفاعيه وليست تصحيحيه بالنسبه للارتفاع من اخر قاع سجلناه لاخر قمه. فبالنسبة للموجة الاندفاعية أنا أتوقع أنه ابتدينا، خليني أقول، سيناريو جديد على الاتجاه الهابط لنرجع نزور مستويات ال 120. ولكن ما بدنا نرجع نسبق على السيناريو اللي هو السيناريو على المدى على الطويل الأمد، يعني خليني أقول لمستويات ال 120، ولكن نحن بدنا نشوف للمضاربين والمستثمرين على المدى القصير وبشكل يومي كيف ممكن يستفيدوا من التقلبات ومن الارتفاعات اللي عم تحصل في الاسترليني دولار. بالنسبة لموضوع الثري ويف، ثري كوركتيف ويف أو ثلاث موجات تصحيحية، ممكن كود انتهينا عند آخر قمة سجلناها اليوم كمان مثل اليورو دولار، ورح نبتدي هلأ موجة تصحيحية عن جديد. الموجات هون قد ارتفعنا فيها، يعني طبعا بشكل عطول مثل ما بتلاحظوا أن الموجات من عدن كل ثلاث موجات بتكون ويف أي، هيدا عم نتكلم بالموجة التصحيحية. بنرجع منخفض بويف بي، نرجع نرتفع بويف سي، بتكون هون بيج اي بهيدي الحاله، يعني هون اي بي سي، يعني ثلاث موجات ضخمه بيج اي. هلا بنرجع بنخفض ببيج بي اللي هي بتستهدف فيها 76.4 في بوناتشي، مثل ما صرتم متعودين على هذا الرقم المهم جدا باستعمال، خلينا نقول، في بوناتشي وتحديد موجات او نقاط الدخول، وبنرجع بنرتفع بويف سي او بيج سي. فبهيدي الحاله نحن هدفنا على استرليني دولار على المدى الوسط ممكن نستهدف مستويات، خلينا نقول، ال 134 و 137 على المدى القصير، ولكن بالنسبه لي بعد عندي موجه ميسنج لاج هون اللي ممكن نرجع نستهدف فيها مستويات ال 132.60 اللي هي في بوناتشي من اخر قاع لاخر قمه عند مستوى ال 61 او 76.4%. بدي منكم تنتبهوا اليوم بجلسه اليوم لانه ابتدينا بموجه صاعده للعملات الرئيسيه مقابل الدولار الامريكي، وممكن نرجع نشوف اشاره انعكاسيه في جلسه اليوم وخلال جلسه، يعني طبعا الاوروبيه ودخول الاسواق الامريكيه، ممكن نرجع نشهد قوه للدولار الامريكي امام سلم العملات الرئيسيه الموجوده عندي على منصه التداول. فبهذه الحاله بدكم تنتبهوا من اشاره انعكاسيه ممكن نشهدها على اليورو دولار، استرليني دولار، وايضا حتى اسعار الذهب. طبعا الاسعار الذهب ما اشتغلت كمالات امن بشكل الواضح اللي هي من وراء ارقام اللي صدرت الايجابيه على بيانات التوظيف طبعا في الولايات المتحده اللي هي زادت تقريبا بحدود ال 40 او 50 الف وظيفه، ولكن من دون قطاع الزراعه. القطاع الزراعه طبعا بشكل قسم كبير من الوظائف في الولايات المتحده، مش هناك اول شيء نهار الاربعاء بيعملوا الاي دي بي امبلويمنت اللي هي بتشوفوها على الاجنده الاقتصاديه. الاي دي بي امبلويمنت بتكون قبل، خلينا نقول، او نهار الاربعاء ونهار الجمعه تم بتكون نون فارم بيرول او الوظائف او تامين فرص العمل من دون القطاع الزراعي. فبالنسبه لجلسه اليوم هلا الدولار ين او الدولار الامريكي مثل ما عم نتوقع انه نرجع نشهد ارتفاع له، مثل ما قلت لكم انا بتسجيل موجه رقم 2 على زوج الدولار ين. الانخفاض اللي حصل عندي على هذا الزوج من الارتفاع ومن القمه اللي سجلناها من الواضح انه خمس موجات، من الواضح انه خمس موجات، يعني خمس موجات اندفاعيه، يعني نحن باتجاه عام هابط واضح جدا. 1 2 3 انتهينا من عند هذه المستويات ورجعنا دخلنا بموجه رقم 4 وانخفضنا موجه رقم 5. فانا بالنسبه لي هلا نحن بيج ويف 1 قد انتهينا ومنها هون، يعني عم نتكلم نحن هون عندي اي دبل اي تريبل اي 4 اللي هي الفي، وهون بيج ويف 1. بيج ويف 1 انتهينا منها، هلا عندي اي بي سي بيج ويف 2 طبعا اللي هي بتستهدف مستويات ال 61.8% في بوناتشي طبعا من اخر قمه لاخر قاع، هذا الارتفاع التصحيحي لازم يستهدف هذا الرقم، اوكي؟ فبالنسبه لي موجه رقم 2 ممكن تكون تنتهي عند هذه المستويات، يعني بعد اتوقع ارتفاع لزوج الدولار ين لنستهدف مستويات ال 110.20 او مستويات ال 110
30، خليني اقول خليني احط حل وسطي اللي هو 110 25، المستويات اللي اتوقع انه ممكن نوصل لها لزوج الدولار ين قبل ما نبتدي موجه هابط عن جديد ونستهدف موجه رقم ثلاثه، اللي هي مثل ما بتعرفوا او سامعين عنها انه موجه رقم ثلاثه هي الاندفاعيه الاقوى والاسرع والاطول لزوج الدولار ين، بحاله طبعا انه موجه رقم ثلاثه مشيت عنا. هلا بالنسبه لي يعني توقعاتي على قوه الدولار الامريكي ممكن تكون وارده، ولكن مش ضروري بجلسه اليوم، ممكن بجلسه غد. فترقبوا انه هلا نحن الارقام اللي سجلناها او الكعان والقمم اللي سجلناها على الازواج الرئيسيه مثل اليورو والدولار ين، بدنا ننتبه انه اذا في حال ما تم اختراقها نرجع نشهد اشاره انعكاسيه عليها. بالنسبه لاسعار الذهب، طبعا انا كنت مترقب انه 76.4% في بوناتشي تكون عند مستويات خليني اقول اوطى من المستويات اللي عم نسجلها نحن هلا، اللي هي 1288، بتسائب عن مستويات ال 76.4%، سجلنا 61%، ولكن على طول موجه بي اللي هي الموجه التصحيحيه اتوقع او بفضل انه نستهدف فيها هذه المستويات، من ثم نرجع نرتفع بموجه سي او موجه رقم اثنين الاندفاعيه لاسعار الذهب اللي هي ممكن تاخذنا لل 1324 او 1320 على المدى الوسط. ولكن طبعا هذا الشيء ما بيعطيني اشاره على انه لازم ادخل بمركز بيع لاسعار الذهب من 1293 ل 1288، هذا الشيء طبعا منه اتجاه واضح او خليني اقول يعني فرصه استثمار لا، ولكن انا اذا بنطر مستويات 1288 وبجرب اني ادخل بمركز شراء موقف خساره اخر قاع سجلني، انا هذا برايي فرصه شراء وفرصه طبعا استثمار، ولكن بيع اسعار الذهب من هون او اونصه الذهب لنستهدف 5 دولارات نزول طبعا منه شيء ايجابي او منه شيء خلينا نقول مميز انه جولدن تريد دخلنا فيها. بالنسبه للمؤشرات الامريكيه عم نشهد ارتفاع ونيو هايز عن جديد، كنت حذرتكم في جلسه نهار الجمعه قلت لكم انتبهوا نرجع نستهدف بمستويات الاس بي 500 بمستويات عاليه عن جديد، لنرجع نشوف خلينا نقول هذا الاسبوع وين ممكن نستهدف مستويات فيبوناتشي اللي هي خلينا نقول مستويات ال 76.4%، رح اترقب مستويات ال 2743 اللي هي مستويات مهمه اذا تم اختراقها، ممكن يرجع يتم اختراق لنستهدف مستويات 2750 52، وبهذه الحاله نرجع نبتدي موجه هابطه. انا بعدني مصر على انه الاتجاه الهابط واصل خلينا نقول او قربنا جدا لندخل بمراكز البيع للاس بي 500، لازم نرجع نستهدف موجه سي، الموجه التصحيحيه اللي هي ضخمه خلينا نقول لمستويات 2520 لازم نبتدي فيها، لانه الموجه خلينا نقول الدمويه اللي انخفضنا فيها من مستويات 2890 ل 2520 هذه الموجه تعتبر اي، فانا برايي انه هذا يعني الموجه اللي عم ندخل فيها هلا ممكن تكون كلها بي، وبعد عنا موجه سي الموجه الهابطه. ما ممكن انه نرجع نبتدي موجه اندفاعيه طلوع من وراء هذه الموجه الاندفاعيه خلينا نقول او الدمويه اللي حصلنا عليها من مستويات او من قمه 2890 للقاع 2520، يعني هذه الموجه منا مجرد تصحيحيه لنكفي اتجاه صاعد، وانما هيدي اندفاعيه ضخمه جدا لنكفي اتجاه هابط، ولكن ممكن نستهدف مستويات بعد اعلى شوي اللي هي 10 نقاط من هون للاس بي 500 قبل ما نبتدي موجه الهبوط. بالنسبه لاسعار النفط توقعناها وكلنا عارفين بهذا الموضوع، عندي شمعة خلينا نقول إشارة انعكاسية على رسم بيان الأسبوعي، عندي نمط احتوائي سلبي، قلت لكم انه الاتجاه الصاعد ما عنده كتير امل انه يكفي طبعا بزخم الارتفاع، لانه كان عندي خلينا نقول على شكل رايزنج ويدج، وقلت لكم ممكن نستهدف مستويات اوطى اقله مستويات الفولينج ويدج اللي هي عند مستوى 59 انا برايي لازم نستهدفها اوكي، وممكن اقل حتى. اذا بتلاحظوا هلا زوج اليورو دولار عم يعمل مستويات اوطى، عم ينخفض بشمعه خلينا نقول لمستويات ال 116.84، هذا الشيء طبعا ممكن يدعم قلت لكم نظريه السيناريو اللي تكلمت عليه انا، اللي هو سيناريو موجه هابطه عن جديد كرمال نستهدف خلينا نقول مستويات اقل او مستويات ال 115 عن جديد. بالنسبه لي طبعا الدخول بمركز بيع على اليورو دولار هو جيد او فرصه استثمار خلينا نقول، ولكن وقف الخساره لازم يكون فوق اخر قمه او فوق الهايات او اخر قمه سجلناها اللي هي عند مستويات 117 15، ما ممكن نعطيه
يعني مجال اكثر. اذا في حد ما نعطيه مجال اكثر هو اخر قمه سجنيه اللي هي عند مستويات 117 24. بالنسبه لاسعار النفط طبعا موجه تصحيه قبل تكمله اتجاه هابط وارده عندي اللي هي مستويات 66 70 قبل ما نكفي اتجاه هابط طبعا وارد يعني موجه تصحيه، لانه صرنا منخفضين من 73 ل 65 $8 للنفط، كانت فرصه استثمار جيده جدا من ورا الرايزنج ويدج. وقلت لكم 7 سوينجز هاي، 7 سوينجز هاي اللي هي بكل بساطه هون اي، يعني يعني ليش نحن بنعتبرها 7 سوينجز هاي؟ لانه اي بي بيرجع 1 2 3 4 5 اللي هي ويف سي، فهون عندي اي بي سي اللي هي 7 سوينجز هاي 1 2 3 4 5 6 7. وبالنسبه لي كانت انتهت الرايزنج ويدج وابتدينا اتجاه الهابط، وكنت قلت لكم انه انا بفضل ادخل مراكز بيع عند هذه المستويات، ولكن اذا فعلت اختراق خط المقاومه بشمعه دمويه ايجابيه وتابع لفريق الثيران برجع بفكر انه انا ادخل بمركز شراء على المدى الطويل، ولكن ما حصل هذا الشيء وشفنا او شهدنا ضعف على اسعار النفط. بالنسبه لاسعار العمله الرقميه المشفره البيتكوين، قلت لكم كانت هلا قد انتهينا الموجه التصحيه اللي هي ويف بي بيج ويف بي عن مستويات 76.4% او بقربها، وابتدينا هلا ليدنج دياجونال ويف 1 2 3 4 5 ليدنج، يعني انا برايي هلا عندي اتجاه صاعد للعمله الرقميه المشفره للبيتكوين. هيدي بالنسبه لي ويف 1 2 3 4 5، هيدي ليدنج ويف 1. اتوقع هلا انخفاض موجه رقم 2 لمستويات ال 7300، مش اكثر من هيك 7300 او 7234، ومن ثم بنرجع بنرتفع بويف 3 اللي هي الاندفاعيه الاقوى لنستهدف فيها مستويات ال 8000 وحتى مستويات ال 10000 على المدى الوسط للمدى القصير. اليوم جلسه تداول شوي رايقه رح تكون، ما عندي اخبار مهمه، ما عندي تقلبات، ما عندي بيانات ممكن تصدر عندي. ترقبوا انه يكون عندي طبعا جلسه بعد ظهري اللي هي جلسه تعليميه، ما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير للفيديوهات التعليميه اللي عم نقوم فيها، ولا المنشور اللي هو تابع لمسابقه شهر رمضان الكريم اللي هو ممكن تربحكم جوائز عديده بمجرد ما تعملوا لايك وشير للمنشور ولا الفيديوهات التعليميه، وايضا كومنت تكمل اندرسكور رمضان 1 وتكمل اندرسكور رمضان 2. ما تنسوا تدخلوا على مدونة تكمل اللي هي موجودة على موقع تكمل.com، تدخلوا عليها وبتسجلوا يوزر نيم باسورد، بصير عندكم اكسس طبعا ببلاش او فور فري كرمال تدخلوا وتشوفوا ابرز المحللين شو عم بيعطوا ارائهم بالنسبة للاسواق المالية. طبعا تابعونا على صفحة يوتيوب ايضا للفيديوهات التعليمية اللي عم تشوفوها، عم نعمل لها ابلود بشكل يومي، باي وقت ممكن ترجعوا تراجعوا اي فيديو تعليمي او اي جلسة صباحية قلنا فيها طبعا بجلسات سابقة. بتمنى لكم التوفيق بجلسة اليوم، كان معكم محلل تكنولوجيا الظهرية من شركة تكمل، إلى اللقاء.